أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في أحد المساجد يؤذن الأذان الثاني ليوم الجمعة قبل أذان الظهر الذي في التقويم بنحو ربع ساعة، ولما سئل أحد القائمين على هذا المسجد عن ذلك أجاب بأن للجمعة أحكاما خاصة، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل إذا صلت النساء الظهر بعد هذا الأذان مباشرة تكون صلاتهن صحيحة؟ يوم الجمعة يجوز الأذان قبل الوقت وهو الأذان الأول لأجل يتنبه الناس للذهاب للجمعة، وهذا الأذان حصل على عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، لما كثر الناس في المدينة تباعدت المساكن ورأى أن الناس ينشغلون بالبيع والشراء والزراعة، أمر بالأذان الأول من أجل يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة فيتهيئون ويذهبون لها. فلا بأس يوم الجمعة أنه يكون هناك أذان أول، مثل الفجر يكون فيها أذان أول في آخر الليل قبل الفجر لأجل يستيقظ الناس ويتهيئون صلاة الفجر، ومن أجل أن اللي يتهجد يعرف أن الفجر قريب فيوتر. فهاتان الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة الجمعة، يستحب جعل أذان أول قبل الأذان الذي على دخول الوقت. أذان الظهر هو الأذان الذي عندما يدخل الخطيب، هذا أذان الظهر، أما الذي قبله هذا الأذان الأول. ولا ينبغي أن يكون ما بين الأذانين متقارب، ينبغي يقدم الأذان الأول بساعة، فعلى الأقل بساعة أو أكثر حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة. نعم، لكن الأذان الأول ما يصلى بعده، ما تجوز، ما يجوز للنساء يصلين بعد الأذان الأول لأنه لم يدخل الوقت، وقت الظهر هن عليهم ظهر، الظهر ما دخل وقته. نعم. سؤال السائل أحسن الله إليك: في من يؤذن الأذان الثاني قبل وقته. نعم. سؤال السائل: في من يؤذن الأذان الثاني ما يجوز قبل الوقت، ما يجوز الأذان الثاني قبل الوقت، إنما عند دخول الإمام، إذا دخل الإمام وجلس على المنبر يؤذن، هذا كذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام إنما يدخل على دخول الوقت، دخول وقت الظهر. نعم.